ده زي الافيال الطائره بتاعت محمد الباقر، كلنا بنتمنى. وعلى فكره بقى، الناس اللي معاها فلوس بجد بقى والاغنياء واللي عندهم كل رغباتهم مجابه، ما هم مش احسن مننا في حاجه. حسب كلام يعني علماء الشيعه هم محظوظين، بس الموضوع موضوع حظ مش اكتر من كده. هم محظوظين، لو كان معانا احنا كمان شويه حظ كنا هنبقى زيهم، وكان يمكن نكون احسن منهم كمان. تعالوا بقى نشوف الحظ ممكن يعمل ايه، ممكن يرفع واحد ازاي وينزل التاني. نسمع ونرجع نعلق تاني. من جملة الكتب التي كتبها إمام الأمة قدس الله نفسه الزكية كتاب يسمى بمصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، وفي آخر الكتاب يقول بأنه قد اتفق الفراغ من هذه الرسالة في صبيحة يوم الأحد 25 من شهر شوال مكرم 49 و300 بعد 1000 من الهجرة النبوية. هذا الكتاب القيم يشتمل على مشكات مصباح، ويشتمل على نور ومطلع. الإمام قدس سره كتب هذا الكتاب من أجل أن يبين لنا حقيقة الولاية التكوينية والتشريعية لأهل البيت عليهم السلام. في المشكات الأولى يذكر أسرار الخلافة المحمدية والولاية العلوية في 54 مصباح، ويشرح حقيقة الولاية العلوية، وأن الولاية العلوية ليست هي إلا استمرار للولاية المحمدية. وحتى أنه يقول في آخر الكتاب، يقول بأنه قال شيخنا وأستاذنا في المعارف الإلهية العارف الكامل الشاهبادي أدام الله ظله على رؤوس مريديه، في بعض الكلمات يقول روحي له الفداء، يقول لو كان علي عليه السلام ظهر قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لأظهر الشريعة كما أظهر النبي ولكان نبيا مرسلا. كلام واضح جدا، كلام واضح جدا قاله الخميني في كتاب مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية. وجي الأخ ده قرأ النص بالكامل وقال إنه الخميني بينقل عن شيخه الشاه آبادي، بيقول عشان الناس تبقى ما تتعبش نفسها كتير، إنه لو علي بن أبي طالب كان محظوظ بس شوية وكان ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان هو خد الرسالة. من الآخر يعني، عشان بس أنتوا كمسلمين ما تفرحوش إن محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر المرسلين، أو إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء وخاتم ومعاه خاتم الرسالات. لا، الموضوع كله موضوع حظ. ده عند الشيعة طبعا، عند الخميني. الخميني ده عنده كلام عجيب جدا. يعني مثلا في كتاب الثورة البائسة كان الدكتور موسى المساوي بيذكر إن الخميني أول ما تسلطن على إيران وبعد ما بقى يعني أعدم المعارضين بتوعه والكلام ده، أضاف اسمه للأذان. تعرفين ايه يعني ايه اخوانا الاذان الشرعي في الصلوات الخمس؟ يضاف اسم الخميني للاذان، فكان ينادى في على المنابر خميني راهبر، بمعنى خميني القائد، القائد يعني. فده مش غريب عليه ابدا انه يقول اي حاجه، وكتاباته تفضحه. يعني هو دلوقتي بيقول علي بن ابي طالب كان سيء الحظ، محمد كان محظوظ، ولد قبل علي ب 32 سنه وتاخر علي بن ابي طالب، والرسالة معاذ الله. يعني ده معنى الكلام ان ربنا سبحانه وتعالى لم حدد مين هيكون الرسول، ولا يعلم اين يجعل رسالته، ولا حاجة خالص. ده هي المسألة بالحظ، اللي هيجي الاول هياخد الرسالة، فطلعت في نصيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا من يعتقد هذا الاعتقاد ويقول به كافر قطعا. ليه كافر؟ مش بس للطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم والتهوين من قدر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالف التوقير الواجب للنبي، لكن هي الفكرة انه بيطعن في قضاء الله وقدره، بيعترض على ارادة الله. وده كان دائما، ده كان اسلوب اليهود دايما. حتى لو تلاحظوا اخواننا زي ما بنقول الدين ده، دين الشيعة ده عبارة عن تلت كده، قسمها على طول تلت عقائد يهود وتلت عقائد مجوس والتلت الباقي كوكتيل اديان من كل الاديان. فاليهود كمان حتى في قصة طالوت وجالوت لما طلبوا من النبي عايزين ملك،
يا جماعه هتقاتلوا هنقاتل، هات الملك، جاب الملك طالوت، لا ما ينفعش، ليه؟ اصل ما هو يعني ما هوش اغنى مننا وما عندوش قوه وبتاع، واحنا من الاسره. لا اله الا الله، هو الاعتراض الدائم ده اسلوب اليهود دائما، نقله عنه اصدقائهم وابنائهم من الشيعة، دائما معترض على قضاء الله. كلامه واضح جدا، عايز يقول يا اخوانا ان اولا الرساله ليست شاقه، عشان بس الموضوع بسيط جدا، وسواء كان محمد عليه الصلاه والسلام قام بها كان الموضوع هيتم، او علي قام بها كانت المساله هتتم. اوعوا تكونوا فاكرين يعني ان الرساله فيها مشاق ولا حاجه. وبعدين الرساله الملحوظه الثانيه او النقطه الثانيه اللي اراد الخميني انه يثبتها في كتابه، ان الرساله يتم يعني تنالها بالحظ، انت محظوظ تاخد الرساله، بس ده متعارض مع قول الله تبارك وتعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته. يا اما نصدق ربنا سبحانه وتعالى ونكذب الخميني، او العكس معاذ الله، من اراد ان يكذب الخميني فيصدق الله فهذا هو المسلم، ومن اراد ان يكذب الله سبحانه وتعالى ويصدق الخميني فهذا كافر قطعا، لانه بيعارض القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يختاره الله سبحانه وتعالى مسألة اعتباطا ابدا، رفع الله له ذكره، لا يذكر الله الا ويذكر معه نبيه، ولا يذكر النبي الا ويذكر معه الخالق سبحانه وتعالى. تجد حتى في الاذان، في التشهد، في الإقامة، في خطب المساجد دائما يذكر الله ويذكر رسوله، رفع الله له ذكره سبحانه وتعالى، رفع لنبيه ذكره، فالله فضله على العالمين. كون أنت أيها الخميني والشاه أبادي وغيره من علماء الشيعة هذه المسألة غصة في حلوقكم، أعلنوا على الملأ أنكم لا تريدون هذا الدين، وإن هذا الدين ما ينفعكوش، وأنتم عايزين تاني، عايزين دين آخر يعني يكون فيه علي بن أبي طالب في موقف وفي موقع الصدارة. قولوها صراحة، ايه المشكلة يعني؟ بس لا تدلسوا على عوام الشيعة وتقولوا لهم ان ده اسلام، هذا ليس اسلاما. علامة المسلم ان يقول اول مسألة، اول مرحلة، اول باب يفتح لتدخل الاسلام، ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وفي بداية حلقاتنا معكم قلنا قاعدة كده معينة هنحطها هتسري على الجميع، كل من يرى ان هناك شخص افضل من النبي صلى الله عليه وسلم او مساو له يعد كافرا كفرا قطعيا ومطلقا. المهم يا اخوانا، طبعا اذا كان الشيعة شايفين ان علي بن ابي طالب مساوي للنبي صلى الله عليه وسلم، او يعني كان اقل حظا من الرسول صلى الله عليه وسلم، هنجد لهم اعاجيب اكثر من ذلك في فضائل اهل البيت، بل بعضهم رفع السيدة فاطمة الى حد الالوهية، زي مثلا في كتاب مصابيح، في كتاب انوار الزهراء لحسن الأبطحي، بيقول في صلاة خاصة للزهراء لوحدها، سيبك بقى من ربنا خالص، انت بتصلي صلاة الاستغاثة دي للزهراء لوحدها وبتسجد للزهراء. فدول قوم يعني حالهم عجيب والله. المهم يا اخوانا، انا متعجب جدا من الموقف من الاخوة هنا في قناة صفا، ما بياخدوش رأي في حاجة ابدا، لا بياخدوا رأي في الاضاءة ولا في الاستوديو ولا في ما بياخدوش رأي ابدا، وده يعني بيؤلمني، واتمنى انهم ياخدوا رأي في كل حاجة بعد كده. بس عقلا في اشياء ممكن ناخد رأيك فيها، وفي حاجات مش شغلك ما نقدرش ناخد رايك فيه، ده حاجه طبيعيه، ما ينفعش تتدخل في كل حاجه، كل انسان له عمله. لكن عند علماء الشيعة ما فيش الكلام ده، علماء الشيعة سكتهم مفتوحه، يقولوا اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه. تعالوا دلوقتي نشوف المعمم ده بيقول ايه وعايز ايه ونفسه ايه اللي يحصل، نسمع ونعلق تاني ان شاء الله. الله مثلا للذين آمنوا، ما هو هذا المثل؟ امرأة فرعون، عجيب، امرأة فرعون تصبح مثلا قرآنيا للرجال والنساء، والزهراء لا تصبح مثالا، فما لكم؟ ضرب الله مثلا للذين آمنوا، ما هو هذا المثل؟ امرأة فرعون، عجيب، امرأة فرعون تصبح مثلا قرآنيا للرجال والنساء، والزهراء لا تصبح مثالا، فما لكم؟ طبعا فاضل فراتي بيعمل عقله في الثقل الاول، شايف ان الثقل الاول مش بترتب صح. كان يعني وجهة نظره ايه؟ ان كان يجب قبل ان تساغ او تصاغ الايات القرآنية ان ربنا سبحانه وتعالى معاذ الله يعني يستأذنه الاول، يقول له نحط ايه يا شيخ فاضل وما نحطش ايه. الراجل بيقول يعني ما يعقل تضاف امرأة فرعون ولا تضاف السيدة فاطمة؟ والله ده كلام كويس قوي. يعني انت الان بتشكك في الثقل الاول؟ يعني انت الان تتحمل وبنقول على لسانك ان فاضل فراتي يقول لكل عوام الشيعة لا تتمسكوا بالثقل الاول لان القرآن الكريم يخالف الاولى؟
في القرآن الكريم المعجز الذي تحدى الله به العرب اللي كان العرب في الجاهلية وقبل الإسلام يسجدون لفصاحته. هذا الرجل شايف أن القرآن مش مترتب صح وأن في أولويات وكان يجب أنه يحط اسم السيدة فاطمة بدل امرأة فرعون. ده أسلوب اليهود بالضبط. هؤلاء يذكروني دائما بقصة بالقصة التي كان يرويها أبو رجاء العطاردي قبل الإسلام. يقول أنه كانوا قبل الإسلام يخرجون مثلا في سفر معهم لبن ومعهم عجوة, يجيب العجوة يعجنها وباللبن والكلام ده ويعمل منها إله صغير كده, صنم صغير يعبده معاه, أهو يعني يسحب إله في إيده عشان برضو ما حدش عارف الظروف, وبعدين يعودوا يطوفوا حوالين الإله وينادوا الإله ويطلبوا من الإله فالإله ما يستجبش. لما الإله ما يستجبش يعملوا إيه؟ يأكلوا, أو حتى يبقى الإله نفع بحاجة, يعني حتى إذا ما استجابش لدعائهم يأكلوا. هذا ما يريده علماء الشيعة. علماء الشيعة لا يريدون إلها يتبعوه, لا هم مش عايزين كده, هم عايزين إلها يتبعهم يعمل لهم اللي هم عاوزينه. وده في كل كتب الشيعة كلها تطفع بهذا الكلام. لما تجد الخميني مثلا بيقول إيه, إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعدالة والمدنية والدولة ويهدمه بنفسه ويجلس يزيدا ومعاوية وعثمان على منصب الحكم ولا مش عارف ينص على الإمام. يعني عايز يقول إيه, إن إحنا ما بنعبدش الإله اللي يرضى إن يزيد بن معاوية يكون الخليفة. طب وده اللي حصل فعلا, ويزيد بن معاوية فعلا كان خليفة للمسلمين. يعني إذن أنت بصراحة تكفر بالله. ده أسلوب اليهود الذي ورثه عنهم الشيعة. حتى في الأنوار النعمانية نعمة الله الجزائري, وده برضو من المتأخرين, بيقول إننا لا نعبد يعني بيتكلم حاصله أننا لا نتفق معهم لا على إله ولا على نبي ولا على إمام أو ولا على خليفة. يعني من الآخر الرجل بيقول إن الرب اللي رضى إن أبو بكر يكون خليفة رسوله نحن لا نعبد هذا الإله. أيوة بس ده اللي حصل فعلا. رضيت أنت بقى ولا ما رضيتش, ده مسألة ترجع لك. اللي حصل فعلا أن الله رضي أن يكون أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة للمسلمين. إذن فأنت تقر وتعترف بأنك كافر. جرأة علماء الشيعة على القرآن الكريم مسألة معلومة ومشهودة, لأنهم ورثوا هذا الأمر من اليهود في الاعتراض الدائم على كل ما يقدره الله. كل ما ربنا يحكم حكم هم معترضين, كل ما ربنا سبحانه وتعالى يأمر أمر يعترضوا عليه. ده أسلوب اليهود, ده أسلوبهم دائما. فهذا معناه أنهم ما بيحترموش الثقل الأول. طب انتوا يا علماء الشيعة كل ما تيجوا تتكلموا تقولوا حديث الثقلين وتمسكوا بالثقلين أحدهما أكبر من الآخر, الأولان ضايع تماما. الثقل الأول للقرآن ده ضايع تماما, لا هو معجز ولا يعني. واحد من الكفار مر يوما فسمع آية فاصدع بما تؤمر فسجد, فقيل له لماذا تسجد؟ قال سجدت لفصاحته. القرآن الكريم المعجز المتعبد بتلاوته اللي عجز كل أساطين اللغة أنهم يأتوا بصورة واحدة مثل القرآن الكريم. لكن علماء الشيعة شايفين أن القرآن يخالف الأولى, وكان من الأفضل يضاف لي آيات ويتحذف منه آيات. يريدون إلها يعبدهم لا إلها يعبدونه. وهؤلاء حالهم كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الفرقان, أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. شوف التشبيه بقى, أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. انتهى وقتنا سريعا ولا نقول وداعا, ولكن إلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.